أكثر معكم بولي كارسلا المسؤول الإقليمي لقطاع الرياضة في إقليم القنيطرة. أول دي بدا كنتمنى إن شاء الله كنرحبوا بجميع الفرق الضيوف ديالنا اللي التحقوا بينا في الدوري هذا الأفرو آسيوي، فريق ديال الأردن، فلسطين، مصر والمنتخب ديالنا المغرب. كنتمنى إن شاء الله تدوز هذه البطولة في واحد الظروف اللي هي مزيانة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. حسين جليل مؤسس ورئيس اتحاد ومنتخب العراقي لكرة القدم للصالة السباعي. طبعا نشكر دولة مملكة المغرب الشقيقة لدعوتها للمنتخبات العربية، ونتحدث عن المنتخب العراقي. شكرا لدعوتها للمنتخب العراقي لقصار القامة واحتضانها لشقاء العرب في مملكة سيدي مولاي محمد السادس حفظه الله ونصره. نشكر دعم وزارة الشباب والرياضة، نشكر الجامعة الملكية المغربية لدعم هذه البطولة ودعم المنتخب المغربي أكيد، ومن ثم دعم الأشقاء العرب. لا ننكر أن المغرب صاحبة الريادة في هذا المشروع عن طريق الأخ الكابتن نزار بن قطابة، ومن ثم تصديره توريده من أمريكا اللاتينية وتصديره إلى قارات آسيا وأفريقيا. يعني إحنا جدا فخورين بالكابتن نزار كونه كان حلقة وصل وديمومة للمشروع، وأيضا بث روح الحياة في المشروع ودعم اللامحدود من قبله معنويا في بلداننا. نشكر أيضا كل المنتخبات العربية وكوادرها اللي تعاونت من أجل إنجاح بطولات سابقة وبطولة حالية. حدثت يعني أول بطولتين في جمهورية مصر العربية وفي الأردن المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الآن هذه البطولة الأفرو آسيوية الأولى من نوعها تحتضنها المملكة المغربية. نشكركم كثير الشكر، نشكر حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال وأيضا التغطية الإعلامية، ونشكر كل المساهمين في إنجاح هذا الكرنفال الكروي العربي الخاص من نوعه. شكرا لكم، شكرا لهذا التغطية، وشكرا لقناة الفجر. تحياتنا لكل كادر قناة الفجر. الكابتن محمود الحضري مدرب منتخب مصر كرة قدم لقصار القامة. والله احنا يمكن الكابتن علي شعبان صنع السعادة بمصر، ويعتبر مؤسس بعض المنتخبات العربية والأفريقية. بدأ من 2018 بأربع لعيبة من قصار القامة، بدأ وعمل احتكاك مع الفرق كلها، ودخل مع منتخب المغرب، عمل احتكاك مع منتخب المغرب في مصر، وبعد كده سافر في 2019 للمغرب الكابتن علي شعبان، وبعدها ترحل على ان احنا نعمل او انضميت ل 2019 مع الكابتن علي شعبان كمدرب لياقة بدنية، وبعد كده بقيت مدرب عام كرة القدم. وإضافة جميلة جدا، منتخب مصر كرة القدم لقصار القامة جبنا البطولة العربية مقامة بمصر في شرم الشيخ، وباستضافة فلسطين والأردن والعراق وسوريا، وضيف الشرف أسبانيا، وحصلت مصر على البطولة العربية. السبب إنه إحنا ما حضر الفريق الفلسطيني وشارك، هو ممكن يكون فقط لأنه اسمنا فلسطين، والفلسطينية دائما محرومين من أبسط حقوقهم، إن كان في الشتات وإن كان في فلسطين الداخل. فمن حقنا نكون ضمن كل البلاد العربية، لأنه فلسطين بنت بلاد العربية، فلسطين اللي عندها التحدي والإرادة. فبتمنى أنه توقفوا حدنا دائما وما تحرمونا من هيك لحظة، نكون إيد واحدة ونبض واحد. وشكرا كتير كتير لوجودي بيناتكم بين الدول العربية وبمغرب بلدي الثاني، لكن كان وجودي، أنا حصلت على فيزا بسبب أني أنا تزوجت مغربي، لكن أنا كنت أحب أني أحصل على فيزا لأني بنت فلسطين بنت بلاد العربية. أنا بنت فلسطين براكد وبسعى وبتحدى حتى أوصل لهدفي، هو قصير القامة الفلسطيني، وبكل بلاد العربية مش بس فلسطين، حتى نفرج الناس شو إحنا قادرين نعمل. لكن للأسف ما حدا عم بيحرك ساكن ويكون سند لإلي. فقط بشكر كتير كتير من كل قلبي رجل الأعمال علي العينة اللي هو فقط سند لإلي. أكتر من هيك ما في أي حدا كان، رغم أني لجأت لكتير جهات، لكن كل خزلوني زي ما خزلوا فلسطين.